ان شاء الله تكون معانا الزميله العزيزه سالا حامد، هي موجوده حاليا في مقر جريده البوابه نيوز. سالا صباح الخير عليكي، واتمنى تكوني سامعاني. صباح الخير يا كريم. طبعا في البدايه برحب بيك، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد واكيد حلقه جديده من 10 الصبح بالاهلي، وجوله صحفيه جديده، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون زي ما انت قلت يا كريم من يعني جريده البوابه نيوز. هكون معاكم عشان انقل لكم اهم الاخبار الرياضيه سواء في الصحف العالميه او كمان المحليه. وطبعا هبتدي معاكم باول خبر النهارده من البوابه نيوز. غينيا الاستوائيه تهزم الجزائر وتفجر اكبر مفاجات كاس افريقيا. يمكن طبعا زي ما كلنا شفنا امبارح المباراة طبعا اللي جمعت ما بين الجزائر وغينيا الاستوائية، يمكن فاز منتخب غينيا الاستوائية على الجزائر بهدف بدون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللي أحرز طبعا الهدف لاعب غينيا وهو ستيفان أوروسكو في الدقيقة 71. كمان الخبر الثاني معانا النهارده من الشرق الاوسط، تونس تسحق موريتانيا وتجدد املها، وخطا حارس كوتيفوار يمنح سيراليون تعادلا قاتلا. يمكن برضو يعني من ضمن المباريات اللي كلنا شفناها امبارح، جددت تونس املها في التاهل لثمن نهائي كاس الامم الافريقيه لكره القدم بانتصار ساحق على موريتانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية في منافسات المجموعة السادسة، واللي شهد التعادل كمان يعني غامبيا ومالي 1-1 يعني لكل منتخب ليقتربا سويا من الدور الثاني. كمان كلف يعني خطأ حارس كوتيفوار في تعادل منتخب بلاده أمام سيراليون بهدفين يعني لكل منتخب، يعني كانت النتيجة 2-2 بعد ما خلصت المباراة بالمجموعة الخامسة. كمان الخبر الثالث معانا النهارده من موقع يلا كوره، الموعد وكيفيه المشاهده، كل ما تريدوا معرفته عن حفل الافضل في العالم بتواجد صلاح. يمكن النهارده طبعا ان شاء الله الكل مستعد والكل عايز يتفرج على الحفل النهارده، يكون حفل اختيار الافضل على مستوى العالم، او طبعا حفل يعني زي ما احنا كنا عارفين اسمه حفل ذا بيست، وده هيكون تحت رعايه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بوجود المصري محمد صلاح للمنافسه على جائزه الافضل لاعب في العالم. كمان خليني افكر السادة المشاهدين انه يعني القائمة النهائية اللي تم اختيارها يعني عشان تنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم هم ثلاث لاعبين، المصري لاعب ليفربول محمد صلاح، واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وأخيرا اللاعب البولندي روبرت ليفاندوسكي وهو طبعا مهاجم بايرن ميونخ. آخر يعني تم اختيار آخر ثلاث لعيبة دول عشان ينافسوا على جائزة الأفضل في العالم. كمان حفل ذا بيست هيقام افتراضيا عبر الإنترنت بدون الحضور في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية، والحفل هيذاع في 8 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهيشهد توزيع الجوائز أهمها أفضل لاعب في العالم وأفضل أيضا لاعبة في العالم، أفضل مدرب ومدربة في العالم، وكذلك أفضل هدف. كمان الخبر الرابع معانا النهارده من الرياضيه، كاس الخامسه مع الريال. يمكن طبعا الخبر اللي يعني كل مشجعي ريال مدريد امبارح يعني شافوه طبعا واتبسطوا بيه، انه يعني امبارح حقق نادي ريال مدريد مساء امس في الرياض نهائي كاس السوبر الاسباني للمره ال 16 في مقابل يعني طبعا او كان امام نادي اتلتيك بلباو للمره الخامسه، وكانت المباراه دي على ملعب استاد الملك فهد الدولي. يمكن كمان يعني حسم نادي ريال مدريد المباراة بيفوز بنتيجة 2-0 على نادي أتلتيك بلباو، ويعني الأحرز الهدفين للريال مدريد. يمكن افتتح الكرواتي لوكا مودريتش التهديف في الدقيقة 38، وكمان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يعني سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء. يمكن طبعا يا كريم ونهاوند كانت كل الأخبار يعني الرياضية في الصحف العالمية وكمان المحلية. طبعا أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلمة ليك يا كريم، تفضل. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة سارة حامد، شكرا على هذه التغطية المتميزة.